وسط هذه المستثمرة الفلاحية التي تبعد عن بلدية عين الصفرة بحوالي 20 كيلومتر، نجد عمي بوجمعة، فلاح تحدى الإعاقة وجعل من هذه الأرض جنة ساحرة تضم أزيد من 800 شجرة مثمرة. هاد البلاد الطيبة كانت لبوا الله، والله ببوا بعد، ولكني أبا في وقت القرة سمح فيها، كان يقرأ، ومن القرى يجي هنا، جات الثورة، كي جات الثورة تراكب مع الثورة باعليناش، يدوم الله الشهداء الله يرحمهم. عاودت أنا قلت نولي البلاد جدادي، طارت بالك القطار، هذه هنا ثلاث قطارات كما راها شجرة، هذه اللي أنا خادمها هنا، أما الأخرى اللي أنا نحرثها فايت الخمسين، فايت الخمسين، زرعت فيها من عند الحكومة 30 قنطار زرع. عمي بوجمعة رسم طريقه في الحياة بخطوات ثابتة، ورفع التحدي رغم بطل يديها ورغم العراقيل التي واجهته. أنا اللي شيء يهمني وهو الضوء باش ننفع روحي وننفع الناس، لولا الخدامة ما يمشي يقعدونا، يحسن عاونهم، هاك دوك تشوفوا هذاك خدام بزيزة قال لك يا وني خصنا التيلي، خصنا باش نلعبوا، خصنا كذا، ها هي ما هي بارده نلقوها، دوكا تشوف هي جايب لها لا كلاص، جايب لها هذا، هذه تمارين تاع العطش اللي رانا فيها، وانا نبغي الخدمه، ونبغي الفلاحه، ونبغي الغلم، ضرب اللي في الدم. اراده. اراده من عند ربي، فهمت؟ هاك اللي تشوف هي هذا الخير كاع، هذا الخير بزاف عليا، انا عينوني بالماء، لا اكثر ولا اقل. الضو والماء. بإرادة صلبة وبعزيمة فولاذية، استطاع هذا الشيخ أن يحقق ويجسد ما لم يحققه الكثير متحملا كل العواقب. فعمي بوجمعة اليوم نموذج حي لكسر الحواجز لتحقيق آمال في العيش الكريم بعرق الجبين.